السلام عليكم، معاكم مصطفى، رجعتكم بحلقة جديدة. واليوم لعبتنا مميزة، راح أمثل دور الطالب المشاغب. راح أعتبر أن اليوم شباب هو آخر يوم في المدرسة. خلونا نجرب هذه اللعبة، مرة أسطورية شباب، أقدر ألعب فيها أونلاين، بس أنا اليوم راح أجرب سينجل بلاير. قبل لا نبدأ الحلقة، لا تنسون لايك والدعم وتشترك في القناة إذا توك جديد، فعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. خلونا نقول بسم الله. Day one. فصل الميوزك شباب، بنروح الى فصل الميوزك. السلام عليكم، انتوا تسولفوا ولا كيف؟ مشكله ما يطالع في بعض. اي اوه ايه بعد يضرب. لحظه بالشباب ما يموت ده شباب. اقعد اوه ذاك هرب. ابي له هرب، انا ابي له هرب. تعال يا حبيبي تعال. لا خلاص والله خلاص، اسف هذا ما يموت بسرعه شباب. خلاص عاد والله اسف، مو ضحكتني شباب. يضربه بقوه ده، اي بيقتلني شباب. بلبل بيقتلني ده، ما يموت بسرعه. دب اهرب وراح اشتكي على المدير. والله بروح اشتكي على المدير. السلام عليكم، في واحد ضربني. الو، في واحد ضربني من برا. اي ما يردوا شباب. الكلاس روم، وش هذا؟ تناخذ الاشياء. صفايه حرق، اخذت كيف طلعها. ايه وصل، اغمى عليه، حالة اغماء شباب. اوكي انا بخير. دواء او يقعد يريح. ايش في هذا؟ سخونة، شكلك زي نفس حالتي، انت مسخن. خلينا نوديك اسعاف. ليتس جو. لازم اعرضك للحرارة للشمس عشان فيتامين سي مهم. اوكي توكل على الله، خذ لك فيتامين سي تبرى. تعال الحين فين كلاس روم؟ الكلاس روم. اوكي انتوا تشتغلوا هنا كمبيوتر يعني. ممكن اقعد على الكرسي هذا لو سمحت؟ والله المدرسه كبيره. هلو، ممكن نتعرف؟ ابي اعرف انتوا تسولفوا ولا كيف؟ وليش هذا محشور في زاويه ده؟ ما اعرف وين يروح ده شباب. محشور. دقيقه انا بنقذه، هذا لازم انقذه. ممكن تتعرفوا على بعض؟ ممكن تمشوا؟ ايش فيكم كذا؟ وش هالمدرسة دي الغريبة شباب؟ ايوه انقذناه شباب، انقذناه، كان في مأزق. اوه كبير ذا، وش فيك تمشي انت كذا؟ مدرس ذا شكله شباب، كبير. نركب فوق، واو الفيو هنا حلو اكيد، يا سلام. عيوني، احب السماء الصافية كذا، يا سلام، شوف شيء غريب شباب. بعده يتشمس هذا، حلو. اوه هنا المختبر. يا ابو الشباب تحركوا ها، تحركوا، حرك. دخلي الفصل ادرسي. مذاكره، علاش مذاكره؟ يلا وانت بعد ادخلي اياها. وش هذا الفصل؟ لحظه، هنا المدير. كم مدير هنا يا شباب؟ السلام عليكم يا اخي، وضعكم غريب ها، وضعكم غريب، ما انت عارفين وش تسووا. ايه المدير الحين؟ هذا اتوقع هذا المدير، لان قرعته كبيره. انت وش وضعك لما تطالع في الجدار هنا؟ وش تتامل؟ وش تفكر؟ ايش طالع في العلم انت؟ صح طالع في العلم. انا ما ابي اسوي مشاكل، لان انت شكلك لو ضربتك يستاهل اني اضربه. اخر يوم في المدرسه وبي. يا الله مسكني من ايدي شباب. مشين فيل. انا ابو مشاكل ترى. واو لحظه، واو تعال شباب، المهمه انتهت لو سمحت. مهمتي انت والله طويل، انت رحت بريك تلعب سله. مسكني من رقبتي. تم معاقبتك، يقول لك تجنب طلاب البالغين، لا تضرب اللي اكبر منك. دخلني الفصل. هلو، اي هذا في عمري ذا. السلام عليكم، وين فصلي؟ احتاج اصفي النيه واروح اسوي المهمه الان اللي المفروض اسويها من البدايه. السلام عليكم، انتوا اللي اعطيتوني المهمه اسويها، خربش على الجدران يا مشاغبين. رفقاء سوء دول شباب، انا اسوء رفيق لهم. الان خلونا نروح الى المهمه الرئيسيه. اوه بعد يتشمس ده، خلاص اتوقع بيجي ضربه شمس ده شباب. تعال نرجع. السلام عليكم، خلاص هذا حالته الصحيه كويسه شباب، ترى حالته الصحيه كويسه. ممكن تشيلي من سريرك؟ ممكن تقوم؟ اوه في ملعب سله هنا، انا في مدرسه حقيقيه يعني. هلو، ممكن احد يلعب؟ ليش توقفوا كذا تطالعوا في بعض سولفوا؟ غريبين، مدرسه غريبه. اوكي هنا يا حبيبي. لا 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 لا, لا بالغلط، والله بالغلط، في حبه ضغط هاي يغمى عليه، سوي روح يغمى عليه. هذا بعده مقلوب. قوم يا ابن الحلال قوم. اتوقع شباب ان هذه اللعبه تستحق اني اسويها سلسله، وش رايكم؟ اوه مسبح هنا واخيرا. السلام عليكم، اوه يسرع ده، ما شاء الله ما شاء الله السرعه.
او ماي جاد. لا اللعبة شباب مو بسيطة والله. ان اللعبة حلوة. والله السباحة سريعة مرة. يضرب هو في الماء اتوقع يضرب بعد صح. اي والله يضرب. والله يضرب. وش السباحة دي الغريبة؟ لو سمحت لو سمحت كوم كأنك دلفين. والله كان دلفين يطفر. ويلحقني ده صح؟ اتوقع يلحقني. اتوقع مو عارف وش يسوي من الضربة. ضربته في الماء ولا بس فياب ولعت. لبس فياب وقال لا اراويك. والله خلاص مو قصدي مو قصدي. والما بيتركني ما بيتركني. لازم اشتكي على المدير. كافيتيريا يا الله بعدني ما ادخل كافيتيريا. هلو ابله. اتوقع الميوزك فوق مع ان المفروض ما يصير فوق لانه معدات. ايوه دي هوك ميوزك كلاس. واخيرا السلام عليكم. ناخذ هذا وناخذ هذا. وصل للاستاذ ولا لسه ما وصل؟ ها الان ايش هذه؟ فلوس فلوس. صراحه المدرسه مره عندهم اهمال مو طبيعي. الان حان وقت اني ارش على الجدران. هذه اسهل عمليه يسووها المشاغبين. تعال تعال بشرب بيبسي. لا والله ابي اعرف كيف ارش. والله يسوي حركه دانس مو طبيعيه. بايرش. ايوه تخريب بس تخريب. ياه صار اخضر. واضح انه اخر يوم. اقدر ارش على وجه هادي. السلام عليكم. ممكن ارش على ايش؟ والله الايم سيء. اوه هذا المدير لا يشوفني. ممكن تغاور ممكن تغاور. خاف ارش عليك. ايوه غاور غاور. ليتس جو. بس بقع بقع. وش فيش؟ مشيتها غريبة دي شباب. اتوقع تبي تروح حمام. ايش هذا هنا؟ او ماي جاد شكله في ملعب. واو واو ابي العب ابي العب كورة. واضح انكم ما تلعبوا بس تحوموا ما عندكم شي فاضيين. يعني زي بالله عليك هذا ليش واقف هنا؟ نقدر نقول انك قاعد تتأمل هنا الكلام هذا؟ لعيونك كانت تخريب. واو واو هلو. تم التخريب. Get to see the bad guys for the next mission. اوكي اروح الى اصدقائي. يعطوني فلوس هم ولا كيف دولة؟ عندي $5 الان. اتوقع انا شباب طيب بس دولة هم اساس البلا. السلام عليكم نبي ميشن جديد. Use the fire ball. ليش؟ شباب يبغوني استخدم طفاية الحريق على الطلاب. خمسة خمسة اشخاص. الله يستر. اول واحد بروح للمدير. هذا احسه شايف حاله شباب. حان الوقت. السلام عليكم. مسكين. لا لا والله مسكين. لا والله مو قصدي. شافني شباب بس اشرت عليه. اهم شيء عندي الطفايه اشوى ما حد اخذها. على طول من الرقبه يجي يسحبني. عجل بما ان في طالب هنا. والله مسكين والله ما ابي ما ابي يعني احسه مسكين. ده مره طيب والله طيب نظاره وكذي يعني ما احسه. كلهم طيبين دول. اثنينهم طيبين. لا 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 لا, لا, لا. ابي ناس انا اشكال. هذه اشكال احسها إيه. هذا احسه كريه ده. تعال فلش مره ضير الشباب. ايوه ادو تعال. والله ما تروح المدرسة. او تعال ما رحت للمشن. اول شيء لازم اروح للمشن. السلام عليكم ما رحت للمشن. ايه هذا يبي يضربني شباب. دقيقة. لا والله الله يغرب. عقل ها عقل. وانا اضيع هروب شباب. انا مالي شغل فيك. اهم شيء اسوي المهمة. حان الوقت. والله براوك شغلك الان. تعال. ايوه هذا واحد. يلحقني. توكل على الله خلاص. شباب يضرب ده. انا طاقتي راحت. بموت. ايوه خلنا هذا. اثنينكم ها الحين. اثنينهم توأم دول. الله يعين الله يعين. انا تعرفت ناس قواي. حان الوقت اني اسوي رش جماعي. ايوه بقى واحد. وش اللي صار؟ اوه صادني المدير. ميشن فيلد. طاقتي راحت. اتألم. يا الله ما يهدوني شباب خلاص. يرحم. بس اروح ميت بس اروح ميت. تعمل نفسك شباب. المستشفى المستشفى على طول. الحمد لله اهم شيء انا ما مت. يوسف لا تتعالف باشخاص كبار. اوكي وي وي وي. بما انكم فاضيين يلا هذه مره واحده. بس احس هذي بتلحقني. دول اليفين. ايوه ما يضربوا. اي ما له الا البنات شباب ما يلحقوني. هذه معلمه معلمه صح؟ لا والله يا مزحياش. خلينا نشوف طالبه بسرعه. لازم اسوي المهمه. تلحقني سريعه. تعال هذا طالب هذا طالب. لحظه بس. ايوه خلاص الحمد لله اني سويت المهمه. اهم شيء سويت المهمه. السلام عليكم. السلام عليكم. نيو افيلبل سكيت. بس اروح ميت الان.
اسولف ميت اسولف ميت والتلتني من الرجايلي. في سكيت موجود في احد الفصول لازم اخذه، بس لازم اول شيء اعقد صفقه مع الطلاب المشاغبين. ثرو بيبر ايرلاين انتو ذا، يبغوني ارمي هذا شباب على البنات. ام حبيبي ام يا ما حطيتها للاسف. اوه اتحكم فيه، حلو بما اني اتحكم فيه تدري بدخل الفصل. لا 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 هو انت لا تعلق فوق، كيف اخذه؟ سحاب. اح اح هذه حبه اضغطها شباب ما ادري شو يصير. ايوه ايوه طير. اوه في النخله. ممكن تقوم ممكن تقوم. اوه شاله. او ماي جاد لا 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 وانا وديك انت ما له الا فوق الصلح. ليتس جو. مسكين ده شباب طلع منه المسكين ينحمل بسرعه. اوكي شيله، لا تقعد برا اقعد داخل الفصل. اوكي خلنا ندخلك هنا داكر. اوكي روح داكر يا في فصل اتوقع ارميها في فصل. يمكن هنا. اتوقع هنا مسكن البنات. ايوه دي هو هذا هنا هنا يناموا هنا يعني يريحوا. حلو ايوه حصلت ورقه هنا، ورقه هذه مكتوب عليها شيء. والشباب انت جاي مره البس عدل، لازم ارميها من الدريشه هنا. اوكي يلا يوسف يو كان دو ذس. ايوه يا دخلتها شباب، كتبت رسالة ودخلتها، كتب كلام زي رسالة حب كذا يعني تكتبها وتوديها في الدريشة. طبعا هو انا اقدر اكتب بس ما عرفت كيف. ميشن 4 سماش اب ذا باسكتبول، يا الله اضرب سيارة المديرة بكرة سلة. اوكي نروح ملعب السلة. ايوه ادوها ملعب السلة، ناخذ كورة. او ماي جاد ربطها تلة. والله اسف والله اسف مو قصدي ترى. مو قصدي. لا لا شوفني المدير ده. خلاص والله برحم. طيب ليش كذا كانك طفل؟ قم بس قم قب. اوه بيسبول بيسبول بيسبول، فكرت باسكتبول انا. هذه سيارة المدير، ما ادري هي مدير ولا مديرة، المهم احسها مديرة انا. لكن الان بسم الله على بركة الله اضرب. وقت التكسير. كسر يا حبيبي كسر. ول ول شبت ول يا الله او ماي جاد مو مضراب هذا. يسخروا دوله. جو سي ذا باد جايز. الان ارجع الى الباد جايز. والله ما توقعت الانفجار هذا، انا قلت يمكن بينكسر قزاز شيء. والله ودي اضرب الباد جايز انا شباب، بس اخاف اضربهم الحين والمهمات كلها اللي سويتها تروح علي، فخليك رجال محترم. لا لا يوسف ستارت اند. وش التحديات دي شباب؟ يبغوني اروح الكافيتيريا وابدا اتشاوق مع اي شخص هناك وافوز. وين الكافيتيريا؟ ايوه الكافيتيريا اديها. وين الباب؟ والله لكن مشيتها شباب حليوه جابتني المشيه. السلام عليكم، احتاج اتشاجر مع شخص. هذا ضربته من قبل، هذا ضربته من قبل، وهذا تعرفت من قبل. حلو خلينا نضرب هذولا. والله مساكين ما اقدر. لا 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 خلني اضرب اشوف هذا لابس كمام ده كان. والله الطيبين دول ما بضرب الا ده شباب، ما بضرب الا الدبه. تعال 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 يلا يلا فايت. ابلع 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 ضربته بالقبر ترى شباب. ايه 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 ياه فلقعت وجهه. ياس انتقمت شباب اختفى. واخيرا انتهينا من الدي. مشاغب محترم في ايام كثير، يمكن 5 ايام 7 ايام الله اعلم كم يوم. اذا حابين نكمل فارس السلسلة انا متأكد. خلينا نشوف الدي 2 بالغلط كده. بس دي 2 لازم انشب حريق مكتب المدير. يا الله شباب بجرب لو اضربكم انا وش يصير. ما يأفر فيهم شي شباب، ما يأفر فيهم شي باد جايز، لانهم باد جايز ما يأثر فيهم. خلونا نوصل هذا المقطع فوق 100 لايك ومباشره راح اكمل في هذه السلسله والمهمات اللي موجوده في هذه اللعبه الاسطوريه.